دعوني أدلكم على شيء مهم جدا يا أخوان، أنتم تعملونه ولكن من باب التذكير بنعمة الله. يا النبي صلى الله عليه وسلم يقول خصلتان أو خلتان لا يعمل بهما رجل مؤمن إلا دخل الجنة، وهذا من استثمار الوقت بالعمل القليل ويعطيني الأجر الكبير. قالوا قال وهما يسير والعامل بهما قليل. قالوا ما هما يا رسول الله؟ قال إذا انتهيت من صلاتك تذكر الله فتكبر الله عشرا وتسبح الله عشرا وتحمد الله عشرا. أقل درجات وصور التسبيح هو هذا لك. إذا كنت مستعجلا تقول سبحان الله عشر والحمد لله عشر والله أكبر عشر يكفي، يعني ما داعي تقول 33 33، هذه صورة من صور التسبيح بعد الصلاة وهي أقل. ثم قال وإذا أويت، فقال صلى الله عليه وسلم تسبح عشرا وتحمد عشرا وتكبر عشرا. قال عليه الصلاة والسلام، والأرقام التي تسمعوها أرقام في الحديث ليست من عندي، قال صلى الله عليه وسلم فهذه 150 باللسان. عشرة وعشرة وعشر كم؟ 30. والرقم اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم 150، من أين جاءت 150؟ من الصلوات الخمس، في كل صلاة 30 30 30، سير المجموع كله 150. قال فهذه 150 باللسان و1500 في الميزان. ما شاء الله 1500، والله ما أظنها تتجاوز دقيقة أو دقيقة وشيء قليل. 1500، والله لو في شركة تعطيك على اليوم 1000 ريال لا تذهب معهم تشتغل ليل ونهار عشان في نهاية السنة بيعطوك 30,000، وهم يشغلوك 10 ساعات ولا 20 ساعة، وهذه دقيقة واحدة تعطى بها 1500 حسنة. ثم قالوا وما الثاني يا رسول الله؟ قال إذا أويت إلى فراشك فسبح 33 وأحمد 33 وكبر 34، فهذه 100 باللسان و1000 في الميزان. شوفوا يا أخواني الكرام، قال صلى الله عليه وسلم فأيكم يذنب في يومه وليلته 2500 ذنب؟ إيش علاقة الذنوب بالموضوع؟ لأن الحسنات تذهب السيئات، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى.